نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله، والآمر بانطلاق هذا المهرجان في هذا المكان المميز. تشريف ما بعده تشريف، ولقاء ما بعده لقاء. سيكون الجميع على موعد مع هذه الأيام المميزة لرياضة الأصايل. متواصلين إذن مشاهدينا الكرام في انطلاقات المساء، حيث ينطلق في هذه اللحظات سابع أشواط الفترة المسائية بعد أن انتهينا من ستة أشواط، وتتويج الفائزين الأبطال في أمسية هذه الليلة التي كانت مع التحية ومع الاحترام لكل الأخوة الفائزين، بداية بتاهية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري الإعصار الغربي الذي حقق أول الكؤوس المسائية في هذا اليوم لهجني أبناء القبائل، حيث كانت التحية والناموس كذلك للأخوة والأشقاء القطريين. وثلاثة أشواط عنابية ذهبت مشاهدين الأعزاء للدوحة ولقطر، تهانينا لهم جميعا على هذا الفوز والانتصار، وأهلا وسهلا بهم في المشاركة في ميدان التحدي، في ميدان المنافسة، في هذا الميدان الذكي تحت ميادين السباق. على البركة حفلنا الكريم، ينطلق شوط آخر، تنطلق أسماء أخرى مميزة، تنطلق أحاسيس ومشاعر جديدة للناموس ومع المحليات الأصايل، حيث تسير هذه الدفعة بناموس آخر، بشعارات أخرى، وكذلك بتنافس جديد تحمل لنا من خلال انطلاقاتها وتلقائية التنافس. مع الستة كيلومترات أقترب من الصدارة لأجد سرابة سلطان بن محمد الملعاي الاكتبي من يسيطر على مقدمة الشوط ويأخذ بزمام الأمور إلى حيث الناموس وإلى حيث البداية. المركز الثاني جبارة بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي يتسلل كذلك إلى موقع الصدارة. نسير إلى المركز الثالث، نتابع شواهين وراشد بن سيف بن راشد القبيسي، بدأ الآن يتسلل ياخذ موقع الصدارة، ياخذ موقع من المنافسة الصباحية أما المسائية. بينما المركز الرابع، أشوف الرابع اللي وصلت الآن حربة واصلة، خليفة بن علي بن خليفة الرميثي يتقدم هنا مشاهدين الكرام ليقدم لنا حربة. أما المركز الخامس، المركز الخامس نصل إلى شعار بن دري، شعار دانات واصلة، سعيد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم نحو المركز الخامس. بينما المركز السادس في هذه اللحظات تصل وعد مسلم بن ناصر بن علي النعيمي. والمركز الثامن هذا اللي تدخلت الشاهينية بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، بدأ يتسلل مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. أما الجانب الآخر يأتي شعار حارب بن مغير العميمي ليقدم لنا معنا بقيادة السلطان بن حارب بن مغير العميمي. والمركز العاشر اللي وصلت من خلاله مشاهدين الكرام الطيارة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي واصل يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة، والكل عرف موقعه وين، والتحدي مع بداية هذه الانطلاقة. يوم من أيام الكاسات، يوم من أيام الذهب والتنافس في ميدان التنافس. عودة إلى البداية، عودة إلى شعار بن بيشان يتقدم ليحتل المركز الأول بقيادة جبارة. جبارة جبارة لا زالت في الصدارة مشاهدين الكرام حتى هذه اللحظات. بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي لا يزال على مقدمة الشوط حاملا كذلك تحديات عملاقة ومميزة. بينما المركز الثاني تتواجد شواهين، عندك القبيسي راشد بن سيف بن راشد القبيسي واصل كذلك بهذا الشعار العيناوي العيناوي ضاوي، أكيد بالفوز ضاوي، بالفوز والناموس. وعلى المركز الأول ناوي. أما المركز الثالث فوصلت حربة، خليفة بن علي بن خليفة الرميث يلا يا قائد الهجانة، نشوف رئيس الهجانة واصل يحتل المركز الثالث. لكن وصل بالنوبي، وصل بالنوبي مع الشاهينية بخيت بن ناصر بالنوبي العامري. يا سلام، هذا هو اللون الأصفر يدل على الخطر، يتقدم إلى المركز
متقدم، بينما نسير إلى المركز الخامس. وصلت معنا في المركز الخامس قيادة معنا بسلطان بن حارب بن مغير العميمي، يتواجد هنا في هذه اللحظات على المركز الخامس. سادس المراكز، وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى دانات سعيد بن سالم بن دري الفلاحي، سادسا وسابع المراكز. وصل الآن مسلم بن ناصر بن علي النعيمي يقدم وعد، والوعد كالرعد ينعيمي، ولكن المركز التاسع، المركز التاسع وصل شعار بالعود، وصل الزعفران حمد بالعود العامري، وصل إلى المركز التاسع وعاشر المراكز هذه اللي وصلت. تدخلت جبارة مسلم بن سلطان بن محسن العامري، هذه إذا نتيجتنا 10 مراكز أولى. الكل يبحث مشاهدينا الكرام في نهائي ختامي المرموم التراثي 2017، يبحث عن ناموس مستحق، يبحث عن فوز بعد إعداد طيلة موسم كامل، ليختتم هذا الموسم بناموس مستحق وزعفران وسيارة أو رمز من رموز هذا السباق. الكل بدأ مستعد حيث كان تهيأ في الشوط الأول، الله الكل سار بعد التاهية هنا يسير وسريعا سر إلى الناموس. أيها المضمر، أيها المالك، عودة إلى جبارة، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى صدارة الشوط. ها هي جبارة، بيشان بن فهد بن بيشان العجمي لازال على المركز الأول محققا هذا التقدم الجميل من البداية حتى هذه اللحظات. لكن بالنوبي، بالنوبي حاضر 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 بالشراسة والمنافسة مشاهدين الكرام والسياسة. ها هو مشاهدين الأعزاء يقدم الشاهينية، يقدم الشاهينية بخيت بن ناصر بن نوبي العامري. يا سلام، حاضرا معاك، حاضرا متابعا مراقبا. يا سلام، شوف الثنتين راحن، الثنتين راحن وابعدا المسار عن البقية. بينما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث، عندك القبيسي راشد بن سيف القبيسي يقدم شواهين من تحتل المركز الثالث. دانات واصلة، دانات بدأت تتقدم، سعيد بن سالم بن دري الفلاح، يا سلام يا أبو حمد واصل يحتل المركز الرابع. بينما وعد في المركز الخامس مسلم بن ناصر بن علي النعيمي يتواجد في هذا الموقع، لكن وصلت معنا، وصلت معنا 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 سلطان بن حارب بن مغير العميمي. يا سلام يا سلام، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. لكن وصلنا وين؟ وصل شعار الغربي واصل يحتل المركز السابع في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، ليتقدم من جديد المنصوري سلطان بن محمد بن سيف المنصوري مع خيال. أعود إلى الكيلو الأخير، أعود إلى الكيلو الأخير، أعود إلى الكيلو الخطير. ماذا تفعل جبارة؟ ماذا تعمل في الصدارة؟ هذه جبارة، هذه جبارة. اليوم يوم السلالة الهملولية، اليوم يوم السلالة الهملولية. جبارة بيشان بن فهد بن بيشان العجمي تحرك، تحرك يبغي تحية وسلام لأهل المملكة. الله يا بن بيشان، لكن ينك يتك معنا يتدانات دانات ومعنا، ونشوف وين، وين معنى الذكريات، وين معنى الدانات. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، 600 متر أخيرة معنا تتقدم سلطان بن حارب بن مغير العميمي وجبوره مسيطرة جبارة. ولكن معنى، معنى 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 لها معنى ومغزى، هذه معنى أيها الحفل الكريم. تسللت على حساب جبارة، على حساب جبارة، معنا سلطان بن حارب بن مغير العميمي. نشوف اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، حساسة حساسة، هذه هذه اللحظات بين جبارة ومعنا، جبارة ومعنا. ولكن سلام عيناوي، أشوف للمملكة، للعين للعين المملكة. اللحظات الأخيرة، عادت جبارة، جبارة معنا، ولكن معنا حفلنا الكريم لها ذوق، لها معنى، تهانينا والناموس معنا معنا معنا. هي من تفوز بناموس الشوط، سلطان بن حارب بن مغير العميمي. أسعد الله مساك بالناموس. هذه لحظات وصوله. المركز الثاني جبارة بيشان بن فهد بن بيشان العجمي. المركز الثالث كانت دانات سعيد بن سالم بن دري الفلاحي. المركز الرابع خيال سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. المركز الخامس الشاهينية
بخيت بن ناصر بن نوبي العامري. هكذا كانت النتيجة. حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، التوقيت الزمني 9:06 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس يا أبو سلطان على هذا الفوز، حارب بن مغير العميمي على فوز معنا هنا من خلال هذه اللحظات، وشكرا يا سلطان يا بن حارب. بينما المركز الثاني 9:06 جاء جزئين من الثانية، جبارة بيشان بن فهد بن بيشان العجمي على الفوز بالمركز الثاني وتحقيق هذا الانتصار. أما صاحبة المركز الثالث حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت دانات ب9:07 وفاء وتماما وكمالا في هذه الانطلاقة.